هنعمل لكم دلوقتي صنف سلطه حلو قوي ومختلف وسهل وصحي جدا، صح كده؟ مظبوط، صحي جدا جدا. ايه بقى؟ طبق سلطه الفالنتاين. ايوه، هناخد كوبايتين خس وكوبايه جرجير وكوبايه سبانخ وكوبايتين فراوله ونص كوبايه جبنه فتة وكوبايه توست محمص، الدريسنج معلقتين صغيرين خل تفاح وثلاث معالق صغيره عسل ابيض ومعلقتين عصير ليمون ومعلقه صغيره توابل ايطاليه، دي عباره عن زعتر وريحان وروزماري وثلاث معالق زيت زيتون وملح وفلفل. اوكي، تعالى نعمل الدريسنج، هو سريع ولطيف جدا. ادي الليمون وادي العسل وادي العسل. اوكي، ودي التوابل مشكلة. وده خل التفاح. هناخد بقى زيت زيتون وشوية ملح وفلفل. ملح وادي الفلفل وادي فلفل ونحط كل الحاجات على بعض، صح؟ ما تتزوقش. لا، هي مزوقة نفسها، هي مزوقة نفسها. تعالى بقى نحط الحاجات. ناخد كده شوية خس، بعد كده دي شوية سبانخ. احنا بناخد السبانخ اللي هي الورقه بس، مش بناخد العود بتاعها. وشويه جرجير برضو نفس الفكره، ان احنا بناخد الورقه مش العود. حلو بقى كده ومغذيه جدا. ناخد كمان شويه وبعدين نقلب بقى كده، وبعدين توست لسه فراوله وجبنه ونروح حطيهم الدريسنج، صح؟ بالظبط. هننزل بقى كده فرده تيجي. ميرسي يا دعاء، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. بشكر دعاء النهاردة، احكي لهم كده عملت ايه؟ عملنا النهاردة صدر الرومي على شكل قلب، وعملنا طبق السلطة فيه فراولة وفيه جرجير وفيه سبانخ وشوية خس وشوية نورتي توست محمص. اهلا بيكي. ميرسي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.